شارك رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر في أعمال الدورة 98 للجنة البندقية بإيطاليا، وقدم خلال هذه المشاركة فكرة عن المسار الانتقالي الديمقراطي في تونس. لجنة البندقية من جهتها وممثلة في رئيسها عبرت عن رغبتها في تقديم الخبرة اللازمة لتثبيت المؤسسات الدستورية بتونس وعلى رأسها المحكمة الدستورية. بالرغم من أن الدورة 98 لأعمال اللجنة الأوروبية عن طريق الديمقراطية المعروفة اختصارا بلجنة البندقية كانت مثقلة بعديد الملفات على غرار ما يجري بأوكرانيا، فإن المسار الانتقالي التونسي الذي توج مؤخرا بصياغة دستور جديد قد احتل مساحة زمنية هامة في النقاشات واستفسارات المشاركين، كما أشاد أغلب المتداخلين بالتمشي الذي انتهجته الطبقة السياسية التونسية من أجل الوصول إلى الصيغة النهائية للدستور. أعتقد بكل صدق أن تونس قامت بعمل جيد بالنسبة لصياغة دستور، والمهم أن يتواصل هذا المجهود وبنفس الروح لصياغة القانون الانتخابي وإرساء محكمة دستورية وإجراء انتخابات ناجحة. قناعتنا في لجنة البندقية أن المسار في تونس قد انطلق في الاتجاه الصحيح. منذ نشأتها في تسعينيات القرن الماضي حرصت لجنة البندقية على توفير النصح القانوني والتشريعي لفائدة الدول الأعضاء وتبني القواعد الدستورية التي تتلائم مع المبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان. وفي علاقتها بتونس كانت للجنة البندقية على امتداد العامين الماضيين العديد من الإسهامات في المسار الدستوري، لا سيما خلال جلسات الاستماع بالمجلس التأسيسي. واليوم يلتقي أعضاء هذا الهيكل الاستشاري الأوروبي برئيس المجلس الوطني التأسيسي سيد مصطفى بن جعفر للاستماع حول الدستور الجديد وأيضا حول ما تبقى من المسار الانتقالي. قاعدين نشوفوا ردود الفعل إيجابية، وهاكم شفتوا أنتم اليوم حضرتوا على الجلسة هذه اللي فيها خبراء من كل أنحاء العالم كلهم يأكدوا على القيمة متاع الدستور هذا مضمونا وكيفاش وصلنا له. زاد كذلك لجنة البندقية كانت تؤكد دائما أن ضمان نجاح أي دستور في أي بلد يجب أن يكون ثمرة عمل جماعي، وأن يشارك في صياغته ليس فقط النواب بل أيضا كافة فئات وشرائح المجتمع. كما أكدت لجنة البندقية أنها منفتحة على كل تعاون المستقبلي مع تونس من أجل استكمال مسارها الانتقالي. بقاسم بكار للقناة الوطنية الأولى، فينيسيا.